مساء الخير. السلام. اهلا وسهلا. بخير. ان شاء الله بخير عاوتاني. السلام. واحد المفاجاه كبرى. الشيء اللي ما خداش دابا ما عمره باقي يستافد من هذه الجلابه. هذه الجلابه اف سالونو اوريجينال العبار ديالها وافي. يعني ديال الطاليان. الجلابه ديال الطاليان. الثمن ديالها هذه اخويا العالمي راك عارفها بشحال كانت. 550 درهم. توصيل 50 درهم هي 600 درهم. دابا غادي نحيد لك منها 200 درهم، غندير لك 400 درهم والتوصيل بالمرشا. يعني بلا ما نكثر الهضره هذه ها وتاخذوا بعينكم بغاو غامضي. تالينا هذا البروموسيون محمد. يومين فقط. يومين حيت اليوم واقفين على الفلوس. علاش هاد البرومو هذا يعني بحال. ها هو خير. شو لا طومبيل ديالها والميتراج ديالها وافي، ديري بها اللي بغيتي، قفطان ودوبل فاس هاهي. دو طون. شفتوا لا طومبيل، شفتوا كل شيء، ودابا غادي ما نبقاش نسرح لكم انا كاملين يعني باش ما يجيش الفيديو طويل ومومي. وانتم غتبقى تخبطوا لي في التعاليق والجيمات والكومنتيرات والبارطاج. بارطاجي صاحبتك اختي راه رابحه لا رابحه 200 درهم، شتي دابا انت يا لالا مولاتي رابحه 200 درهم في هذه. هاهي كانت 550 درهم اف سالورو اوريجينال. والتوصيل 50 درهم هي 600 درهم، دابا 400 درهم والتوصيل فابور، يعني راه رابحه 200 درهم اختي. فقط الجمعه والسبت. الجمعه والسبت فقط اخويا العالم. ودير الفصل اللي بغات في هذا يعني راه دو فاس. هاهي دوبل فاس اخويا العالم. هاهي هاهي. شوف دوبل فاس السي العالمي ما خدمتش فيها الشك. لا دوبل فاس السي العالمي. شوف الوينات كيفاش دايرين فيها. تقدر دير اسمع محمد جلابه قفيطان قميص. جلابه قفيطان قميص ديرها اللي بغات. ودو طون تجي روينيه. وهذه ننصحكم انا خدموها غير بالملاقيه يعني كتجي الكميمات بحال هكا والقب دوبل فاس اللي بغيتي انت. راندار كروشي نصيري. اي اخويا ومن الاحسن اخويا العالمي دابا بحال هذه برش مرقي وقحت الثوب عاطي العين ما عندك علاش تصر فيها لي اختي بزاف مثلا. يعني شويه غام لاقيه راه شاكر راسو راه السميه الفخامه ديال الاسم ديالي يكفي اف سالورو اوريجينال ديال الطاليان. هاي اف سالورون اوريجينال ديال الطاليان. شتي اللحن كيفاش طلع السي العالم؟ هاي السمفونيه ومبرده ومبرده بيان سير. اي حاجه كنصوروها دابا خويا العالمي الكليان بلا ما يسول واش مبرده. حنا مصهاطين كثار منكم. هذاك علاش اختي الثوب السخون واللي فيه البوليستر والنيلو راه كيدير لنا الحساسيه في المحل وكيجيد نفس السخونيه ديال المحل. ها هو اختي يعني اي حاجه كنصوروها بارده كليماتيزر باش تلبسوا وتقولوا سير الله يرحم بها الوالدين ما كذبتوش علينا. باش من الوين اخو محمد تقدر تخيط هذه دابا بحال هذه راه بتهار عليهم. بغيتي تخدم بهذا الارضيه بغيتي تخدم بهذا بغيتي تخدم بالماغو معروف المطار تمشي مع الماغو يعني. وتا البياسات تا هادو من الاخرين ساهل نسهل عليكم. دابا بحال هذه يا اما تخدميها بهذا الكري ولا تخدميها بالكحل يعني عطيناك حتى اللوينات باش غادي تخدميها. لا لا ها انت يا اما تخدميها يعني ديغرادي ما تخرجيش من الفاميلا ديالو كتخدمي بولد عمو ولد خالتو فهمتي بنت خالتو بنت خالو كتخدمها في الفاميلا القريبه ديال ديالو يعني ما كتخرجيش على الفاميلا ديالو. ها هو وتحيه للسي امين من المنبر هذا كيدير معنا واحد المجهودات جباره السي امين باش يرضي الكليان حتى هو. ها هو اللي بغى يدوز عند السي امين. ها هي اللي بغى يدوز عند السي امين مرحبا والف مرحبا. ايوا استغلوا الفرصه ما حدو عطله. ايوا حدو عطله حتى هو كيخدم معنا غير بالصيف الصيف. ها انت السي العالمي شوف على الوينات كيفاش دايرين هاك هاك تقطعوا تعاودوا وتلبسوا بالصحه والسلامه ان شاء الله باذن الله. ها هو توتون اختي دوتون يعني جوج ديال الاوقات فصل الشتاء وفصل الخريف. ها هو شتي اختي بالصحه والراحه وتلبسوا وتعاودوا ان شاء الله.